أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع الخامس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامكم، سنناقش الممنوع من الصرف، وهو الكلمات التي لا ننونها وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. الصرف هنا يعني التنوين ويعني الكسر. الممنوع من التنوين كما يظهر أمامكم: صلى أحمد في مساجد كثيرة، استعمل الولد قلما أحمر. لاحظ معي هنا أن مساجد اسم مجرور بالفتحة النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. سندخل بتفاصيل أكثر. عزيزي الطالب، هذه أمثلة كثيرة سنقوم بمناقشتها. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. تقع منطقة بيترا شمال مدينة إربدة وتشتهر بكثرة الآثار الرومانية فيها. مررت بهر عطشانة فأسقيته الماء. زرت قرية برما في محافظة جرش فأعجبتني فيها مناظر طبيعية مدهشة، من ينابيع متدفقة إلى بساتين ترتدي ثوبا أخضر مزركشا بورود حمراء. أرسل ماجد إلى أحمد ويزيد وطلحة وعمر دعوة لحضور حفل تخرجه في الجامعة. تقدمت سلمى وفاطمة ومع سعادة وميساء للمشاركة بحماسة في انتخابات البرلمان. أحياناً يكون الممنوع من الصرف لم ينون، وفي الأحيان أو في الحالات الأخرى يكون جر بالفتحة عوضا عن الكسرة. سنميز متى سنعرف هذه الكلمات الممنوعة من الصرف خلال هذا الدرس. بعد ذلك عزيزي الطالب، وكما يظهر أمامك على الشاشة، سننتقل إلى الخطاط السردية للفصل الثاني بالتفاصيل التي تعرفها أنت والتي قمنا بعملها في الفصل الأول. كما يظهر أمامك، سننتقل إلى مفردات لفتت انتباهك في الفصل الثاني ونوظفها في جمل مفيدة. إذن عليك انتقاء بعض المفردات أو الألفاظ التي لم تكن تعرفها من قبل وتضعها في جملة. إذن لابد أن نعرف معناها قبل أن نضعها في الجملة لكي نستطيع أن نستخدمها في جمل من إنشائنا. سننتقل أيضاً إلى نموذج في تحليل الشخصية، والشخصية هي واسطة العقد إذ أنها تصطنع اللغة وتنجز الحدث. هنا عزيز الطالب أيضاً هي تستقبل الحوار وتقوم بدور تقديم الصراع وتنشيطه من خلال سلوكها وأهدافها وعواطفها. وقد كان اختيار الكاتب لشخصية البطل واعياً ومتعمداً ومقصوداً. هنا وفق أيضا في رسمها. سنقوم بالنظر إلى هذه الشخصية. لاحظوا معي، سنقارن بين شخصية هاكون بيرلا وإكدال العجوز. سنضع هنا الأمور الشخصية التي تميز إكدال والتي تميز بيرلا، وهنا ما هو مشترك بينهما، أبعاد شخص نفسية واجتماعية. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الخامس من هذا الفصل. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.